السلام عليكم، كيف أحوالكم؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة معانا ماكينة سينجر ستارت 1306، الماكينة الابتدائية من سينجر. تعالوا نعمل لها انبوكسنج مع بعض ونشوف شكلها. ده الكتالوج اللي بيجي مع الماكينة. بيجي بالانجليزي مش بالعربي، مفيهوش لغة عربية طبعا، دي حاجة مش كويسة، بس ما علينا. كده كده الماكينة استخدامها سهل. الماكينة حجمها صغير جدا زي ما انتوا شايفين، زي ما شفتوا في الفيديو اللي فات سينجر 1408. الماكينة اكبر من كده. دي ماكينة ابتدائية لشغل البيت، بنسميها الماكينة الاقتصادية. هي دوب تكفي لشغل البيت عندك، لا تصلح لأي مشروع. ديت انت لو ما عندكيش مكان في البيت وعايزه حاجه صغيره على قدك، دي ممتازه جدا. بيكون فيها ست غرز خياطه، 1 2 3 4 5 6، دي اشكال الغرز اهي. الدواسه بتاعتها كبس، ثانيه نتاكد. لا، الدواسة مش كبس، دواسة بمسمار. فطبعا ما ينفعش يركب عليها الدواسات دي، لازم نجيب لها الاول دواسة تانية بتبقى كبس، بتبقى مفصلين عشان دي تقدر تركب فيها. المكوك طبعا بتاعها معدن. سعر الماكينة في السوق 1950. الماكينة جميلة ولكن للاستخدام المنزلي. لو انت حابة تعملي مشروع او بداية اي مشروع جديد، فانا ما انصحكيش بالماكينة ديت. انا انصحك لو انت غاوية سينجر، يبقى الموديل الاعلى منها على طول اللي هو سينجر 1408. دي بيركب فيها ابرة مزدوجة. طقم دواسات زي ما قلت يركب عادي، بس هنضطر ان احنا نغير ال ثانية واحدة هنضطر ان احنا نغير نشيل الدواسة ديت خالص وبنركب لها كعب تاني، وبتركب عليها الدواسات الكبسة عادي وتشتغل، مفيش أي مشاكل. الماكينة بتعمل تركيب زراير وسوستة، وتعمل سرفلة طرف القماش، فيش يركب عليها دواسة السرفلة بالقص، يركب عليها دواسة التطريز، يركب عليها دواسة الكشكشة بالكسارات. بس الماكينة ابتدائية. لو انت مبتدئة عايزة ماكينة لمجرد شغلك في البيت بس، فدي ممتازة جدا. لكن لو انت حابة تبدأي مشروع، فأنا بنصحك بالموديلات اللي أعلى منها. بس ده شكل الماكينة، وزنها خفيف. الماكينة معدن بالكامل من الداخل، مفيش فيها أي مشاكل. طب لكن طبعا الموديلات الحديثة كلها بيكون بلاستيك من بره. ده شكل الماكينة، سعرها 1950. بس وده كان كل حاجة في الفيديو. السلام عليكم.